first. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا. نحن في فندق هوناز فولز. نصور غرفة من نوع ديلكس. غرفة من نوع ديلكس في فندق هوناز فولز في مدينة كندي في هذه الغرفة. Also we have some nature trekking there. Trekking, hiking. غرفة من نوع ديلكس. هذا هو الحمام. باثروم. شطاف. مغسلة. الدش. هذا هو الحوض الصغير. غرفة من نوع ديلكس في فندق هوناز فولز في مدينة كندي في سريلانكا. هذه الغرفة غرفة كبيرة واسعة أوسع من الغرفة ستاندرد. أيضا لها بلكونة مباشرة على الحديقة. لها طاولة صغيرة في الصالة. وهذه هي البلكونة، بلكونة الغرفة. تشاهدون هنا لها منظر خرافي، منظر على الجبل، منظر على الجبل وعلى حديقة الفندق. منظر خرافي جدا جدا. غرفة من نوع ديلاكس، تصوير شركة المحيط للسياحة في